احنا كل تيست مطلوب من عندنا بيه اربع شغلات. الشغله الاولى هي البوزيشن اللي نخلي البيشنت لما بنعد التيست شلون نخلي البوزيشن قاعد نايم سوباين برون زين. اول شيء لازم نضبط البوزيشن. الشغله الثانيه المانوفر شلون بنعد التيست كلش مهم المانوفر، المانوفر اذا عملتها بيها بالشكل الصحيح زين. حتى اذا عرفت الانتربريتيشن، حتى اذا عرفت التارجت ما راح تاخذ درجه على التست، يعني راح تاخذ صفر. فالبوزيشن اللي يخلي به المريض، المانوفر اللي تدي بها التست وكلش مهم، ولازم تربطها بالزوايا وبالحركات. وبعدين التارجت اللي ندور عليه، شنو اللي التارجت اللي ندور عليه بهذا التست؟ ندور على بين، ندور على باراسيزي، ندور على فلسفه الانجل، ندور على ليميتيشن بالموفمنت. زين، فشنو التارجت اللي ندور عليه؟ واذا لقينا التارجت، يعني اذا كان التست بوزيتيف، شنو الانتربريتيشن؟ فذني الاربع نقاط اللي ندور عليها بالتست. فضمنا احنا راح نؤدي التست، فضمنا ان انتم تركزون على ذني الاربع نقاط، يعني التست اللي راح نسويه تشوفون البوزيشن. انا ما راح بعدين احكي انه هذا التست شنو قاعد المريض شنو المريض، انتم تشوفون هاي ضمنا، انتم بعد راح تتابعون هاي الاربع نقاط اللي حتشوفونها. فتتابعون البوزيشن والمانوفر والتارجت انا راح اسولف عليه، وشنو الانتربريتيشن اذا كان التست بوزيتيف. يجينا مريض عنده شولدر بين، وما نعرف هذا الشولدر بين اذا كان from the shoulder proper, from the shoulder joint, or referred from the cervical spine. لان هواي من البيشنت اللي عندهم cervical spine pathology هم يجون عندهم shoulder pain. فعندنا اول ما راح نبدي بالسبيرلينج مانوفر. سبيرلينج مانوفر راح تستثني لنا هل هذا الشولدر بين من الشولدر نفسه ولا من cervical spine. نقول للبيشنت يقعد، اذا البوزيشن sitting position زين. فوين البين اللي عنده؟ على الرايت شولدر. عندي طريقتين للسبيرلينج مانوفر. الطريقه الاولى اسوي اكستنشن زين اوفر بيهايند ذا بيشنت زين، او بالصفحه ما في مشكله، بس اوفر بيهايند ذا بيشنت ونركز على وجهه. نسوي اكستنشن، هاي سوينا اكستنشن منك. بعد ما سوينا اكستنشن اسوي اكسيال كومبرشن، ويا اما اسوي لاترال بيندنج للاوبوزيت سايد، هو شفت اليمنى درجه، فاسوي اكستنشن اكسيال كومبريشن ولاترال بيندنج للاوبوزيت سايد، انا سويت تنشن على سيرفايكال نيرف هاي الحركه. او اسوي اكستنشن اكسيال كومبريشن واسوي روتيشن، روتيشن مو بيندنج، هاي بيندنج هاي روتيشن. او اسوي روتيشن تو ذا سيم سايد وذاوت بيندنج، بدون بيندنج بس روتيشن. فاسوي اكستنشن اكسيال كومبريشن ولاترال بيندنج للاوبوزيت سايد. بالحالتين انا جاي اسوي الروتيشن للسرفايكال نيرف روت اللي تطلق على هذا الصوب. باللاترال بيندنج انا جاي اسوي لها تنشن، بالروتيشن انا جاي اسوي لها كومبريشن. فاذا كان عندي بروبلم على السرفايكال نيرف روت، انا جاي اسوي ريبروديوس البين اللي يسوي السرفايكال روت باثولوجي. فاذا سوينا السبرلينج مانوفر وقال صار عندي وجع على متني، مثلا هذا الشولدر بين referred from the cervical spine. إذا سوينا السبرلينج مانوفر وطلعت نيجاتيف، إذا الشولدر بين ولا الشولدر. فالبوزيشن أنا بس هسه راح أعدد لكم إياها بالتفاصيل، بس بعدين راح نمشي يعني مو بسرعة بس نمشي بال كأنها محطة توصيل. ها نمشي يعني بالتسلسل بدون التفاصيل. البوزيشن اوف ذا بيشنت سيتنج، المانوفر اكستنشن، اكزيال كومبريشن، اند لاترال بيندنج ان اوبوزيت سايد، التارجت اللي ادور عليه بين اوف ذا افكتد شولدر. اذا صار عندك بين بالشولدر يعني التست، يعني التست بوزيتيف. شنو معناته اذا التست بوزيتيف؟ انتربريتيشن يعني شولدر بين از ريفيرد فروم ذا سيرفايكال بيشنت هاف سيرفايكال سباين باثولوجي. واضح؟ زين؟ هذا السبيرلينج مانوفر. طلع عندنا سبيرلينج نيجاتيف، اذا ندور على البين اذا كان الشولدر السر. فنجي ندور على حاجه نشوف هل هو اكرومي كلافيكلر جوينت باثولوجي. راح اسوي ما يسمى بالكروس اوفر تيست. كروس اوفر لما اجي بايد المريض اعبرها بمال جسمه، يعني جاي اسوي لها كروسنج اوفر هيز بودي. فاقول له يسوي فلكشن للشولدر 90 ديجري. بعد ما اقول البوزيشن سيتنج مش اسمها هنا، بعد تشوفون البوزيشن اللي اسوي عليه، فانتم تستنتجون البوزيشن والمانوفر احنا بدنا نحكيه. اخلي فلكشن 90 ديجري للشولدر، بعدين اقول له يسوي ادكشن، يجيب ايده كانه ما دايرين يكمش الكتف اللاخر.
فاشرح له للمريض اقول له جيب ايدك اكمش فيها كتفك الثاني. شلون انا راح اسوي قدامك انت سويت. فهذا يسوي له كروس اوفر لان انا جاي اعبر ايدك بالجسم. كروس اوفر تيست. بهاي الحركه انا جاي اسوي كومبرشن بين الاكراميال وبين الكلافيكل الدستال اند اوف ذا كلافيكل. جاي اضغط جاي احصل اسوي بريشر بين الاكراميال والدستال اند اوف ذا كلافيكل. فاذا صار عندك يعني البين فروم ذا اكراميال كلافيكلر جوينت. في المانوفر اسوي بالبدايه فلكشن ادكشن كانما اقول لك مش كتفه. هاي المانوفر التارجت ادور بين اوفر ذا توب اوف ذا شولدر. اذا طلع عندي البين يعني تيست بوزيتيف يعني عندي اي سي جوينت باثولوجي. سوينا سبيرلينج طلعت نيجاتيف، سوينا الكروس اوفر طلع نيجاتيف. زين احتمال يكون سبب الشولدر بين سب سكابيلاريس سب سكابيلار مسل تندناتس. سب سكابيلار مسل تندناتس شنو السب سكابيلار اكشن؟ يسوي لنا ادكشن انترنال روتيشن. الاكشن مال السب سكابيلار مسل يسوي ادكشن انترنال روتيشن. فلازم افحص الانترنال روتيشن اجينست ريزيستنس. فاقول له يا اما يخلي ايده على بطنه واني اوقف على جهه واخلي ايدي بين ايده وبين بطنه حتى احسن هذا يضغط له واقول له اجعص بطنك بايدك. هذا يسحوا له بالي بريس تيست. بالي بريس يضغط على البالي مالته على البطن مالته. بالي بريس تيست هذا من يسوي بالي بريس يعني يسوي انترنال روتيشن اجينست ريزيستنس. جاي يسوي انترنال روتيشن والريزيستنس بطنه اللي جاي تمام. وانا احس يدوس لو لا اخلي ايدي بين ايده وبين بطنه حتى يدوس لو ما يدوس. يعني الاوقات المريض يقول لك انا شو اسمه بس هو ما جاي يدوس. فحتى تحس الضغط مال ايده على بطنه تخلي ايدك بين ايده وبين بطنه. هذا بالي بريس. زين او اليوجوال والتيبيكال هو اللي يسحونه في البوش اوف تيست. البيشنت ستاندينج بوزيشن اخلي ايده بيهايند هيز باك اثبت جسمه بوحده من ايدي واخلي ايدي الثانيه على ايده واقول له ادفع ايدي. زين فلما يدفع ايدي هو هم يسوي انترنال روتيشن اجينست ريزيستنس. هذا يسحوا له بوش اوف او يسحوا له جيكو او يسحوا له نابليون. ذن الاسماء ثلاثه الى نفس التيست. نسميه بوش اوف او نسميه جيكو او نسميه نابليون. زين نفس الاسم وهذا دا يسوي انترنال روتيشن اجينست ريزيستنس. فالبوزيشن هنا ستاندنج المانوفر بوت هيز هاند بيهايند هيز باك. خلي ايدك ثبت جسمه لان هذا تقول له ادفعني هو راح يدفع لي قدام اذا ما ثبتت. واحده من ايديك ثبتها وبالايد الثانيه تقول له ادفع ايدي. فافتر خلي يشوفون هم ايش يسوي. زين اخلي ايدي على ايده واقول له ادفع ايدي. جلس اذا صار عنده شولدر بين يعني شولدر بين السبب مالته سب سكابيلار مسل تندنايتس هذا يسحب له بوش اوف تيست او جيك اوف تيست. طلع نيجاتيف احتمال يكون من السوبرا سبانيتس مصر. عندي السوبرا سبانيتس انتراكمنت او ما يسمى بالامبنجمنت سندروم اكو هواي عده تستات. واحد من التستات هو جوب تيست او يسحوا له ام تي كام تيست. بوزيشن ستاندنج نقول له يسوي فلكشن للشولدر 30 درجه وابدكشن للشولدر 30 درجه. هذا الفلكشن 30 درجه نجيبه بعد ابدكشن 30 درجه. الثمب بوينت داونورد كان ما لازم له قطيه وداري يبديها ليش يصير امتكان. امتكان يعني بده يفرق قطيه مال نفسه. واقول له يرفع ايده اجينست ريزيستنس. يرفع ايده وانا امنعه. هذا يسحب له جوب تيست. البوزيشن ستاندنج المانوفر مثل ما سولفت لكم 30 ديجري 30 ديجري فلكشن ابدكشن والثمب بوينت داونورد ونقول له يرفع ايده اجينست ريزيستنس وانا احاول امنعه. اذا صار عنده شولدر بين التارجت شولدر بين. اذا صار عنده شولدر بين يعني الكوز مال البين سوبرا سباينيتس تندناتس او امبنجمنت سيندروم. هذا اول تيست على الامبنجمنت سيندروم. عندي بعد تيست اخر على الامبنجمنت اللي يسحونه نير امبنجمنت تيست. هم البوزيشن ستاندنج ثم بوينت داونورد. انا باسفلي هذا مو اكتف باسفلي انا اجيب ايده اخلي ايدي وحده من ايدي على السكابيلا حتى احس انه الموفمنت ما جاي يصير بالسكابيلا وثراسك ارتكليشن. فاحاول اثبت السكابيلا حتى لا يصير الحركه بالسكابيلا وثراسك اريد الحركه بالشولدر. وانا بايدي اسوي له ماكسيمم فلكشن اوف ذا شولدر. اجيب الشولدر اسوي له فلكشن من الصفر لل 180. انا اسويها مو هو. ما اقول له ترفع ايدك هذا فاسد. زين الاكزامينر هو اللي يسويها. فاسوي له
flexion للشولدر to 180 position standing. المانوفر سويناها قدامكم. التارجت اللي ندور عليه هم شولدر بين. إذا صار عنده شولدر بين also indicate impingement syndrome وهذا نسميه near impingement test. بعد عندي how can test, how can test the sitting position. تعرف تمني هنا شوية حتى بعدين نفرق هناك لبعض. Patient in sitting position, نخلي shoulder 90 degree flexion, elbow 90 degree flexion. لا تخلي بيه ولا درجة abduction. أغلب الطلاب اللي يجون للاستشارية يقول له سوي لي هاكن تيست زين، هو بداية دي صحيح بس بعدين شوية المريض يفتر يروح shoulder للabduction. بس راح shoulder للabduction ما نوفر صفر، التيست كله صفر. فتخلي shoulder perfectly 90 degree، الالبو perfectly 90 degree. ثبت الالبو with one hand, stabilize the elbow with one hand and hold the wrist and do forceful internal rotation. Forceful شوية قوة بس مو إلى حد ما تكسر يده. Forceful internal rotation. خلي هنا. Patient sitting position, shoulder 90 degree flexion, elbow 90 degree flexion. دائما ask the patient to seat his back against the chair and ask the patient to be relaxed. بس احنا ما عندنا كرسي، المفروض قاعد نثبت ظهره على الكرسي حتى لا يفتر وياي، لانه بس تفر ايده هو يفتر وياي. فيثبت ظهره على الكرسي وتقول له دائما ريلاكس زين، رخي روحك. وهسه تضبط الدرجه 90 درجه 90 درجه وسوي فورسفل انترنال روتيشن. المريض اذا اجى وياك ارجع ردود عدله. وتشوف اذا شنو التارجت اللي ندور عليه شولدر بين. إذا صار عنده shoulder pain يعني how can test positive يعني عنده supraspinatus tendinitis أو impingement syndrome. فإذا صار عندي 3 تيست للسوبراسباينيتس، عندي تيست رابع اللي هو painful arc خدته بصف ثاني وهذا سهل. painful arc بالstanding position بس تقول للمريض يسوي abduction للشولدر من الصفر لل 180. painful arc test هذا خدته من كنتوا بعدكم صغار زين، ومن ذاك الوقت انت ضابطه وسهل، بس مجرد تقول له انا راح اسوي هاي الحركه وانت سويها وياي. فيسوي ابدكشن من الصفر لل 180. وهنا عندنا التارجت اللي ندور عليه بين، لكن بين مشروط لازم يكون بين 60 الى 120 درجه. اذا صار البين بالبدايه ما نهتم له، صار البين بالنهايه ما نهتم له، ما صار بين اصلا فهي الثلاث حالات التست نيجاتيف. بين بالبدايه تست نيجاتيف، بين بالاخير تست نيجاتيف، ما صار بين تست نيجاتيف. صار عندي بين بين 60 وال 108 وال بين 60 وال 120 يعني التست بوزيتيف. فهنا التارجت بين لكن مشروط لازم يكون بين 60 لل 120. فتقول له يسوي ابدكشن، يقول لك هنا بدا عندي وجع زين، وبعدين للاخير راح الوجع مره ثانيه. فاذا صار عنده بين بالميد رينج اوف ابدكشن يعني التست بوزيتيف، يعني عنده سوبرا سباينيتس تندينيتس اوف امبنجمنت سيندروم. فعندنا جوب تيست او يسحوا له الامتكان تيست، وعندنا الهاوكن تيست، وعندنا نير امبنجمنت تيست، وعندنا البينفول ارك تيست. هذول كلهم على الامبنجمنت سيندروم. اي واحد من عندهم طلع بوزيتيف يعني شولدر بين كوزد باي سوبرا سباينيتس تندينيتس. بعد من التستات اللي عندي عندي الاوبراين تيست والسبيد اند يرجسن تيست. الاوبراين خلينا نحكي السبيد واليرجسن وبعدين نروح على الاوبراين. السبيد اند يرجسن تيست دول اذا كانوا بوزيتيف يعني البيشنت ايذر عنده بايسبس تندينيتس ذات انفولف ذا اوريجن اوف ذا بايسبس اور لابرال تير. يعني اذا طلعوا ذني التستات بوزيتيف المريض يا اما عنده بايسبس تندينيتس افكت ذا اوريجن اوف ذا بايسبس او احتمال يكون عنده لابرال تير. شلون بعدين نميز هذا البين نتيجه بايسبس تندينيتس او لابرال تير؟ نسوي الاوبراين. فالسبيد تيست على الشولدر سبيد ويرجسن ابلايد على الشولدر وابلايد على الالبو نفس الاسم. مره نسويهم على الشولدر، مره نفس التستات نسويهم على الالبو. سبيد تيست على الشولدر المانوفر ما تختلف عن المانوفر مال السبيد تيست على الالبو، لكن اليرجسن نفس المانوفر. نجي واحد واحد هسه سبيد تيست وعلى الشولدر. اول عدد بيشنت بالسيتنج بوزيشن نقول له يسوي فلكشن للشولدر 60 ديجري وفلكشن للالبو 30 ديجري
زين ستابلايز الالبو اند اسك هيم تو اليفيت ذا ارم مول فور ارم يرفع الارم اجينست ريزيستنس فارفع لي ما اريد الحركه بالالبو اريد الحركه بالشولدر فلكشن 60 ديجري للشولدر فلكشن 30 ديجري للفور ارم بالاوريجينال سبيد ما انا ما احط ايدي هنا بس اقول له يسوي ديفيشن اجينست ريزيستنس بس انا حتى انا ضفتها حتى اعرف الحركه ما جاي يصير بالالبو انا اثبت الالبو بالايد الداخل واقول له يسوي اليفيشن ارفع الذراع مالتك يسوي اليفيشن للارم اجينست ريزيستنس هذا يسحوا له سبيد تيست والابلايد على الشولدر اذا صار عنده شولدر بين يعني سبب مال البين التارجت اللي تندور عليه شولدر بين اذا طلع التارجت يعني سبب مال البين انتربريتيشن يا اما البيشنت عنده بايسبس تندينايتس افكت ذا اوريجين اوف ذا بايسبس اور لابرال تير واضح جاي تلحقون على الحكي اذا ما تلحقون عليه قولوا لي اعيد او اشرح لكم اياه مره ثانيه زين فانتم تصورون وموجوده مال السنين السابقه هم الفيديوهات تقدرون ترجعون على اليوتيوب بس احنا نريد تأدوه بالطريقه اللي احنا نأديها خافوا تشوفون فيديوهات باليوتيوب يأدوها بالطريقه مو صحيحه لان هواي جو طلاب الان بالسادس ادوا التستات على طرق ما اعرف يعني هم مو سبب ما انتم شايفيها بالانترنت بس مو كل اللي موجود باليوتيوب هو صحيح. زين فشوفون الفيديوهات اللي اصورها انتم او موجوده الفيديوهات مالتي مال السنين السابقه. فهذا سبيد تيست يرقس البيشنت بالسيتنج بوزيشن الارم سايد ذا بودي البو فلكس 90 ديجري الفور ارم بالميدل روتيشن نيوترال لا سبنيتد ولا برونيتد ميد روتيشن Shake hand with the patient and ask him to supinate against resistance. يقول له ارفع ايده لي برا وانت تحاول تمنعه. اذا صار عنده shoulder pain ايضا السبب اما biceps tendinitis affect the origin of the biceps or labral tear. هذا اليرقسن نسويه نفس المانوفر على الالبو وعلى الشولدر. سوينا هاي المانوفر صار عنده shoulder pain يعني مشكله بالشولدر. ما صار عنده شولدر بين صار عنده البو بين يعني بايسبس تندينايتس انفولف ذا انسيرشن اوف ذا بايسبس اذا صار عنده البين نفس المانوفر بعد شويه نعيده بالالبو نفس المانوفر اذا صار عنده البين بس البين بالالبو هذا انسيرشن اوف ذا بايسبس بس اشوف التندن مال بايسبس كلش تايت لان هو يريد يحاول يسوي سبنيشن وانا جاي منها بسوي سبنيشن اجينست ريزيستنس شوف شلون مقلص البايسبس فاذا صار البين هنا يعني بايسبس تندينايتس افكت ذا انسيرشن اوف ذا بايسبس إذا صار البين هنا يعني بايسبس تندينايتس افكت ذا اوريجن اوف ذا بايسبس فاليرجسن نفس المانوفر الارم ادكتد تو ذا بودي البو فلكس 90 ديجري فور ارم ميد روتيشن شيك هاند وذ ذا بيشنت اسك هيم تو سبنيت اجينست ريزيستنس واحنا نعرف المين سبنيتر اوف ذا البو هي البايسبس يعني احنا بدنا نشتغل على البايسبس اجينست ريزيستنس ف طلع عندي سبيد بوزيتيف ويرقس البوزيتيف فهذا يا اما بايسبس تندينايتس اور لابرال تير اجي اسوي الاوبراين اوبراين من ستاندنج بوزيشن نقول له يسوي فلكشن للشولدر 90 ديجري شويه ادكشن 10 درجات اكروس ذا بودي ف 90 ديجري فلكشن ادكشن 10 درجات مره يؤدي التست وذ ثامب ابورد ونعيد التست مره ثانيه وذ ثامب داونورد فبهذا نحافظ على البوزيشن ستاندنج بوزيشن فلكشن 90 ديجري ادكشن 10 ديجري نقول له مو يرفع ايده وانا امنعها لا اقول له انا راح ادوس على ايدك وتمنعني هنا انا راح ادوس على ايدك وتحاول لا تخليني اضغط عليها فاسويها مره وذ ثامب داونورد واسويها مره الاخ هم ادوس على ايده وذ ثامب ابورد اذا صار عنده شولدر بين بس هنا البين مشفوق shoulder pain more with the thumb downward ما صار pain test negative صار pain نفس الشيء في upward و downward test negative صار pain with the thumb downward أقل test negative شو وقت أعتبر positive shoulder pain more with the thumb downward يعني صار عنده pain بال upward أو ما صار عنده pain بال upward بس صار عنده pain أكثر بال thumb downward يا الله أعتبر test positive هذا يصحوا للأوبراين تيست
patient standing position, flexion 90 degree, abduction 10 degree with the elbow straight, بالإكستنشن position, نسوي بالبداية زين, نسوي with the thumb upward بالبداية, نقول له راح أضغط وتتنعني, أكو عندك وجع؟ قال إيه صار عندي وجع كتفي. أقول له هسه راح أفر إيدك وأضغط مرة ثانية, صار عندك وجع؟ قال إيه عندي وجع. أقول له ياها الأكثر؟ قال من فريت الرجل والوجع أكثر. إذا is this positive, إذا الـ O'Brien positive يعني lateral tear. O'Brien positive, speed and Jurgensen positive, lateral tear. O'Brien negative, speed and Jurgensen positive, يعني biceps tendinitis. Nienaten positive, يعني biceps tendinitis and lateral tear. واضح؟ فسوينا speed, سوينا Jurgensen, وسوينا O'Brien test. إيش كم تست ليه أخذنا؟ أخذنا سبيرلينج مانوفا, أخذنا كروس أوفر تست, أخذنا البوش أوف تست أو يسحوا له جيكوب أو يسحوا له نابليون, وأخذنا تستات فور إمبينجمنت اللي هي البينفول آر تست والنير إمبينجمنت تست والجوب تست أو إمتكان تست والبينفول آر تست أو الهاوكن تست, وسوينا السبيد واليورجسن وسوينا الأوبراين تست. بقى عندي تيست فور شولدر انستابيليتي. ده يقول لنا المريض وقعد سابقا وخلع عدي متني ورجعوا لي اياه, ووراها هاي الحكي قبل 3 سنين 4 سنين, ووراها فرد مرتين ثلاثة صار عندي خلع, وكل ما يصير عندي خلع ارجع للمستشفى يرجعوه, وجاي لي هسه وراجع الشولدر وقاعد بمكانه وما عنده كل مشكلة, فأرد أشوف هذا الحكي مالته مضبوط ولا لا, أسوي له الأبريهنشن تيست والريلوكيشن تيست. أبريهنشن والريلوكيشن لازم يكون بسوباين بوزيشن. أقدر أسوي بسيتنج بوزيشن بسهولة. بيتش بوزيشن لازم شوية يرجع الباك مال الشير زين وقاعد على الكرسي منتجي, أو أخليه بسوباين بوزيشن زين. فنخليه بسوباين بوزيشن. مدد خلي راسك راسك لا هنا تجاوز عند خلع ايش بده يجي شيل 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 يقول ده كرر عند الخلع اريد اسوي عمليه, فاكو ريكرنت ديسلوكيشن اكو ما يسمى بالهابيتشوال حتى انا اسوي دكتور الساعه انا مثل الحاله اللي قلتها ثلاث مرات مخلوق كم مره بالسنه لا يعني عندك ريكرنت ديسلوكيشن اي ركن اي نسوي لك الهب بس خبر حتى طلعت حاجه مثلاً ما تريد تشمر منها بالنعام abduction, extension, external rotation يا كيف أبدأ؟ ليس افتر بدي نحجة حتى لو أخذتك صحيحة من المكان محمد عدها الساعة هستني مع regular shoulder dislocation وقبلني نشوف هذا الحجم مضبوط ولا فراح نسوي له الابريهنشن تيست ونسوي له الريلوكيشن تيست. الابريهنشن نعيد الحركات اللي نسوي شولدر ديسلوكيشن بس مو الى حد اللي نخلع كتفه, بس نباوع على وجهه ونشوف يصير عنده ابريهنشن ولا لا, فخليه بالسوباين بوزيشن, نسوي ابدكشن للشولدر, اكستنشن وياها اكسترنال روتيشن. شفت الابريهنشن اللي صار عندك؟ بس نخاف انه لا يخلع متنه. فمن يصير هذا الابريهنشن اللي هسه شفناه يعني تيست بوزيتيف. اي طبعا الانسان لازم يخاف زين ويحاول يقلل جسمه حتى يمنعه, انا ما اقدر ادخل حتى لا يخلع معك, بس انت سوي لي اياه ابدكشن اكستنشن اكسترنال روتيشن زين, فشوف البيشنت يصير ابريهنسيف يخاف لي يخلع معك لانه هسه بس ادخل زايد يخلع معك, فهذا الابريهنشن تيست. الريلوكيشن نفس الابريهنشن بثلاث خطوات, نفس الابريهنشن اللي سويناه قبل شويه وصار عنده ابريهنشن, شو اسوي هسه؟ اخلي ايدي على متنه حتى هو يامن واسوي له نفس الحركات هو مامن ما عنده كل مشكله هسه زين,
اشيل ايدي شويه زين راسا قلص جسمه ارجع ارد ادخل ايدي يامن مره ثانيه زين فانا حتى لو مسوي الحركات هو مامن انه انا قام مشيت حتى لا يخلع فمسوي اسوي ابريهنشن صار عندي ابريهنشن اخلي ايدي امن ارجع شويه بس ارفع ايدي وانا مسوي الموفمنت اشوف صار عندي الابريهنشن صار راسا قلص روحه ارجع ارد ادخل ايدي مره ثانيه فثلاث خطوات للريلوكيشن اسوي الابريهنشن صار بوزيتيف اسوي له ريلوكيشن راح الابريهنشن ما كان انا مستمر بالحركه بعدين ارجع ردود اخفف شويه البريشر زين انا ارجع ردود الابريهنشن تست بوزيتيف هنا انتهى هنا يلا انتهى الريلوكيشن فبيت ثلاث خطوات اسوي الابريهنشن اخلي ايدي ارجع شويه ارفع ايدي مو اشيلها كلش لان انا مستمر بالحركه خاف اشيلها كلش لاني خالع المتل مالي انا ما مسيطر على الحركه مالتي وين وصلت خصوصا من خليت ايدي احتمال راح زايد بالموفمنت بس اشيل ايدي راح يخلع منها فاسوي له ابريهنشن صار بوزيتيف من صار بوزيتيف انا حسيت هنا الموفمنت اللي سواها شال ابريهنشن اخلي ايدي راح الابريهنشن بس انا مستمر بالحركه فاحتمال خاف راح تبي حركه زايد من ابدا اشيل ايدي اشيلها شويه بس يرجع الابريهنشن كافي هاي انت مخلي ايدك حافظ المريض حتى لا يخلع منها فارفع ايدي شويه بس يصير ابريهنشن هذا التست بوزيتيف خلص انتهى بعد لا تلحق ما دور التارجت بين ما له علاقه بالتارجت بين ليش يخاف لا يخلق مكان هو ابريهنشن يعني فير فيقلص روحه راسا تحس انه فير فيلينج اوف فير على وجهه شفت هسه شفت الفيلينج اوف فير يلا ماشي وهاي الجهة ما بيها شيء ما راح يطلع بوزيتيف تيست بس اعطيتها على مسلم راح نقول الجهة بس لا خلي راسك يلا يلا ماشي حتى نصير على باي سايد اكثر كان الضغط هسه راح نعطيك اياها على مسلم الابريهنشن اسوي الحركات اللي تخلع الكتف البوزيشن سوباين اسوي ابدكشن بالشولدر اكستنشن external rotation فباوع على وجه مسلم اشوف الابريهنشن اللي صار على محمد مو نعم فاذا صار ابريهنشن في راسه يخاف ويقلص روحه يعني التست بوزيتيف اكمل على الريلوكيشن ما دام انا مسوي الابريهنشن الريلوكيشن اول خطوه انه اسوي الابريهنشن ارجع اسوي ايدي على متنه اخلي ايدي على متنه واضغط عليها وانا مستمر بالابدكشن اكستنشن اكسترنال روتيشن بس من رجعت انا ايدي على متنه وحس بالامان انه انا كامش متنه ما يخلع فيروح الابريهنشن فيلينج اجي انا مستمر بالحركه شوي اخفف البريشر يرجع المتن يريد يخلع راسا راح يرجع مره ثانيه يخاف فما تشيل ايدي بالاخير بس شوي اخفف رجع الابريهنشن يعني تست بوزيتيف فهذا الابريهنشن والريلوكيشن تست لا هاي بس